فضيلة، ما معنى الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ وقول من يشاء تعيد إلى الله سبحانه وتعالى أو من العبد؟ من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. ما تفسيرها؟ تفسيرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام حريص على هداية الخلق، يحب عليه الصلاة والسلام أن يهدي جميع الخلق، ولكن هذا ليس إليه، عليه شيء واحد وهو البلاغ والدعوة فقط، أما أن يهدي الخلق فليس عليه شيء، كما قال في آية أخرى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه مثله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية هنا بمعنى التوفيق لا بمعنى الدلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل الخلق كما قال تعالى: وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم. لكن ما بيده أن يخلي الإنسان مهتديا، ما هو بيده. ولهذا حرص غاية الحرص على أن يختم الله تعالى لعمه أبي طالب بكلمة التوحيد، ولم يتمكن. أبو طالب كلنا يعرف ما له من أياد ونصر للرسول عليه الصلاة والسلام، ويحوطه ويذب عنه بقوله وفعله، معروف. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا على أن يهتدي. أتى إليه وهو في سياق الموت وقال له: يا عم، يا عم، هاللفظة الرقيقة، يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من قريش، وجليس السوء كله سوء، فكان الرسول يقول: قل لا إله إلا الله، وهما يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما ملة عبد المطلب؟ اللات إله والعزى إله ومنات إله. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ آخر ما قال والعياذ بالله هو على ملة عبد المطلب: اللهم أحسن خاتمتنا يا رب، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا. قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أتدرون ماذا حصل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس وفاء بالمعروف، أشد الناس وفاء بالمعروف لا شك. كافأ عمه وشفع له عند الله، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وهما في رجليه ودماغه أعلى بدنه يغلي منهما، ما بالك في بطنه وصدره، أشد وأشد لأنه أقرب إلى النار، نسأل الله العافية. فكان في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الرسول عليه الصلاة والسلام جزع وقال: لأستغفرن لك ما لم أنهك، يعني جزع من فعل أبي طالب وامتناعه، لا من قدر الله، قدر الله وراض به لا شك. لما قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، اسمعوا من الذي نزل. أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أجاب الله عن شيء آخر، ورد استغفار رسول، لا تتعجب، استغفار إبراهيم، استغفار رسول من الرسل من العزم لأبيه، أجاب الله عنه فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله إيش؟ تبرأ منه، إن إبراهيم لأوام حليم. ولهذا لا يجوز لنا إذا علمنا أن أحدا من أقاربنا أو أصدقائنا مات وهو لا يصلي، لا يجوز أن نستغفر الله له. لو فعلنا هذا لخرجنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، لأن الله يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربه.
فإذا علمت أن أباك أو أخاك أو أبناك مات وهو لا يصلي لا تستغفر له. أتريد أن تحاد الله؟ أن تضاد الله في قدره؟ إن الله قضى على الكافرين أنهم في النار، ولا أحد يستغفر لأحد من المشركين أبدا. واضح الآن؟ طيب، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يهدي الخلق إلى الحق، بمعنى يدلهم عليه، ولا يستطيع أن إيش؟ أن يهتدوا، ما يستطيع. الأمر بيد من هو فوق الرسول عليه الصلاة والسلام وفوق كل أحد، وهو الله عز وجل. سبحان الله، عجائب يعني الخلق. إبراهيم أبوه كافر ولا مسلم؟ كافر. نوح ابنه كافر، سبحان الله. كافر خرج من رسول من أولي العزم، ورسول خرج من كافر من أولي العزم، ليتبين لك بذلك قدرة الله عز وجل، وأنه على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم.